طبعاً أكيد في التصوير بيحصل ساعات مواقف معينة، بنغلط في كلام. مرة مثلاً كنت واكلة سمك، أنا عمري ما باكل في اللوكيشن، باكل جبنة سلطة واجيب حاجات من بيتي كده شوربة، حاجات خفيفة. فيوم قعدوا المدام نهال، احنا هنجيب أكلة سمك جامدة جداً، هنجيب لك إيه أكلة حلوة. يا ابني أنا ما باكلش في اللوكيشن. فقالي لا، كانت بصور القاصرات مع أستاذ مجدي أبو عميرة، والأستاذ مجدي طبعاً واخد عليا إني أخش قدام الكاميرا بشوط، يعني اعمل مشهد صفحتين ثلاثة أربعة مرة واحدة، مش واخد عليا بقى في اللي انا ما اكل سمك. فاكلت السمك في البريك، دخلت اللوكيشن عند جملة معينة، انا عدت المشهد ده 20 مرة عند جملة نايمة ما بهزرش، يعني ما اعرفش ليش معنى الجملة دي مع انها خفيفة، الجملة مش صعبة. اجي اقول مثلا جملتين ويرد عليا كان معايا حسام الجندي، يرد عليا واجي على الجمله الثالثه وتقفل معايا. فضلنا بقى كده 20 مره، استاذ مجدي ابو عميره ساب اللوكيشن ومشي وقال لا 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 مش هينفع، انا مش مستحمل ان انا اعيد بالطريقه دي. وماشي. قلت طب يا جماعه ستوب بقى، انوار تطفي، فنجان قهوه، الحقوني فنجان قهوه ويا ريت دبل. خدت الفنجان القهوه الدبل وشط المشهد بعديها.